اختار الكثير من المهاجرين الأفارقة المقيمين بولاية غردية ساحة 5 جويلية للاحتفالات احتفالات 5 جويلية ساحة الاحتفالات 5 جويلية لقضاء يوم عيد الأضحى المبارك، حيث قاموا بالتقاط الصور في النصب التذكاري. هذا ورصدت كاميرا النهار مشاهد لهم خلال تجمعهم بالساحة التي كانت أول محطة لهم بعيد الأضحى المبارك ليتقاسم الفرحة مع المواطنين الجزائريين. التغطية لعاصم بخاري. نفوت نهار العيد نشوف، بس نبغينا نقصر مع صحابي بس. اليوم العشية تاع العيد جو لهنا. اي اليوم نتاع العيد نجي هنا. نسكن منا في البرج بجمع المعتارة. ايه. خدامين انا العباد. ايوه احكي لي كيفاش فوت نهار العيد هنا. يعني ما كانش لا والو. العشية جو لهنا هكاك. ايه بعيد العشية كي نجي تما نصور وندري جو نورمال نمشي كيما هكا. هلا بس. ايه نصوروا صح عيدهم وفرحانين ويصوروا هنا وصح عيدهم نقول لهم. يفوتوا هنا العشيه؟ يفوتوا هنا العشيه دائما يفوتوا هنا، راهم خدامين هنا وعيدوا هنا فاهم.